محدش عالم بالمقسوم. وحنفضل نجري 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 لآخر يوم، وآخرنا محصل هتسيبيني وتروحي تعيشي مع جوزك؟ لا يا حبيبي انا مش هسيبك. احنا هو ايه اللي لا ده؟ انت ما بقيتيش تحبيني. ما تقولش كده، ما تقولش كده يا رجل. انت بقيتي تحبي جوزك اللي عايزه تتجوزيه، اما انا ما بقيتيش تحبيني، ما بقيتش اسوي عنك اي حاجه. لا يا رضا، انا بحبكم انتوا الاثنين وعايزه اعيش معاكم انتوا الاثنين. بقول لك انا ما اقدرش استغنى عنك. يا ريتني كنت مت وما شفتش اليوم ده يا ام. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. عاوزه تسيبيني يا امه؟ عاوزه تسيبيني وتروحي تعيشي مع جوزك؟ مش هسيبك يا حبيبي، مش هسيبك. ده انت حته مني، ده انت لحمي ودمي. احنا لسه على البر، احسبيها كويس يا بنتي قبل ما تغرقي، بدل ابنك ما يروح منك وتصحي في يوم ما تلاقوهوش جنبك. انا مش هرجع عن اللي في دماغي يا امه، واطمني رضا ابني مش هيروح مني ولا الدكتور كمان. ها وصلنا لحد فين؟ وبناء عليه وحسب محضر الضبط الذي قام به رجال المباحث المكلفين بذلك، وثبوت ان تاريخ محضر الضبط يسبق إذن النيابة بثلاث ساعات. ها وبعدين كمل. وإن كان في نفس اليوم لذلك، فإنه وحسب حكم سابق لمحكمة النقد، فإن عملية القبض على المتهم تصبح غير قانونية. كويس كده، نقفل بقى. ويترتب على ذلك سقوط كل التهم
الموجهة إلى المتهم؟ الموجهة إلى المتهم؟ لأن كل ما بني على الباطل. لأن لأن كل ما بني على الباطل. لأن كل ما بني على الباطل فهو باطل. فهو باطل. فهو باطل. اقري لي بقى، احنا قلنا ايه؟ انا قريت لحضرتك 5 مرات. حضرتك عاوز تضيف اي حاجة تانية للمسكرة؟ ايوه قصدي لا خلاص كفاية كده. حاوليها انت بقى على الكمبيوتر عندك هناك وصيغيها وهاتيها لي بكره هنا على المكتب. انا اذن حضرتك. اتفضلي. انت رايحه فين؟ مكتبي. ايوه بس أنا كنت عايز أتكلم معاك شوية. تحت أمرك. ها؟ لا خلاص خلاص. بعدين تفضلي. تفضلي. الفطار يا بنات. يلا افطر يا مديح. ماليش نفس يا ماما. بس لازم تاكلي يا بنتي، انت هتفضلي على طول شايله الهم كده؟ يعني حضرتك عجباكي قعدتي دي؟ لا شغله ولا مشغله. اصحاب الشغل اللي بعت لهم اوراقي محدش فيهم سال فيا لحد دلوقتي. كل شيء باوان يا ضنايا. الظاهر اعلانات الجرايد دي مفيش منها فايده، والشغل فيها محجوز مقدمه، محدش بياخد غير نصيبه. بقول ايه، طب ما توصلي لحد صاحب المحل بتاع الورد وتطلبي منه يرجعك الشغل تاني. رحت له يا ماما لقيته عين واحده غيري، بس انا بقى ما كنتش راضيه اقول لك عشان ما تزعليش. معلش، ان شاء الله ربنا هيكرمك بشغلانه احسن منها مليون مره. يلا افطري بقى. على فين العزم بدري كده ان شاء الله؟ عندي محكمة يا ماما، في قضية لازم أقدم فيها مذكرة. واللي تروح محكمة تتزوق وتبقى على سنكة 10 كده؟ إيه يا ماما؟ حضرتك عاوزاني أهمل في نفسي؟ أنا بقابل موكلين ومحاميين وناس مهمة جدا. كده؟ طيب يا أختي اقعدي افطري. ألو؟ صباح الخير يا أستاذ فؤاد. لا انا لسه ما نزلتش. لا لا حاضر، هاخد تاكسي واكون عندك 10 دقايق بالظبط. مع السلامه. معلش يا ماما بقى مفيش وقت. سلام. باي باي يا هند. باي. ولا ما انا عارفه ايه حكايه هند دي الاخرى.
يعني هو لازم الاستاذ فؤاد لما يروح محكمه تروح معاه؟ وان هي ما راحتش هيخسر القضيه؟ ده شغلها يا ماما. شغلها؟ طيب يا اختي. يا صفيه، صفيه. ايوه يا ماما. تعالي افطري. ماليش نفس يا ماما. ماليش نفس؟ ماليش نفس ايه سونت؟ ماليش نفس النهارده دي. سامح، اطلع انت على محكمه شمال واطلب التاجيل في قضيه فرحات عزمي. حاضر يا استاذ فؤاد. يلا يا هند عشان نلحق الجلسه. لا لا، سيب هند، انا وهند رايحين مشوار مهم. اللي تؤمر بيه حضرتك. بعد اذنكم. اتفضل. صفت، اديني مفتاح العربيه وروح انت، عشان المشوار اللي انا رايحينه انا وهند هنتاخر فيه، وانا عايزك تجيلي بدري الصبح. حاضر سعاده البيه. يلا. شفتي بقى وشك كان حلو عليا ازاي؟ اهو القضيه اتحجزت للحكم، وان شاء الله هتكون في صالحنا. مشوار ايه المهم اللي احنا هنروحه؟ اركبي بس الاول وانت هتعرفي. اتفضلي اتفضلي. المطعم هنا هيعجبك قوي. انا دايما لما احب اكل اكله سمك حلوه اجي هنا. اتفضلي. ما بترديش عليا ليه؟ اصل حضرتك فاجئتني بمجيينا هنا. مفاجاه حلوه مش كده؟ اه طبعا حلوه. اتفضلي. اصل انا ما بخرجش بقالي مده. انا كمان. اتفضلي. اتفضل حضرتك. لا لا اتفضلي انت. اتفضلي. أنا كمان معظم الوقت بكون لوحدي، ما بلاقيش حد يقعد معايا. تلاقيني حتى باكل لوحدي، أشرب لوحدي، حتى لما بفرح فرحتي بتبقى ناقصة لأني بكون لوحدي. أمال دولي بنت حضرتك؟ دولي؟ دولي عايشة مع والدتها، ده كل فين وفين لما تفتكرني وتسأل عني بتليفون. الظاهر إن والدتها بتقسيها عليا. للدرجة دي؟ وأكتر من كده كمان. مش قلت لك ان انا وحيد؟ عرفتي ليه بقى انا جبتك هنا؟ ليه يا استاذ فؤاد؟ عشان تفتحي نفسي على اكل. انت عارفه البورتريه اللي انت رسمته لي؟ انا بروزته وعلقته في اوضه مكتبي في الفيلا. للدرجه دي؟ مع ان البورتريه مستواه الفني. ما تقوليش كده، كفايه قوي انك انت فكرتي فيا، وكفايه كمان ان الايدين الحلوه دي مسكت القلم ورسمتني. ما تستغربيش في شكلي لو تتكسفيش قوي كده. مش كتير ابدا ان انا اشكر الانسان اللي فكرت فيا ورسمتني من خيالها، من غير حتى ما تبقى محتاجه لصوره عشان ترسمني منها. مش عارفه اقول ايه لحضرتك. ما تقوليش حاجه خالص. كفايه دلوقتي انك انت قاعده قدامي وبتشاركيني اللحظه دي. متشكره قوي على الكلام الحلو ده. تعرفي ان دي اجمل اكله سمك انا اكلتها في حياتي. اشمعنى؟ علشان انت شاركتيني فيها. ما تستغربيش قوي كده، انا مش كل حاجه هقولها تستغربي عليها. صدقيني يا هند لما اقول لك ان انا فتحت لك قلبي وقلت لك اللي جواه. عارفه ليه؟ ليه يا استاذ فؤاد؟ علشان حسيت ان انت اكتر انسانه في الدنيا بتخافي عليا. وحضرتك عرفت ده ازاي؟ من اول لحظه دخلتي عليا فيها الفيلا لما كنت تعبان وجيتي تزوريني، وعرفت انك انت اللي جبتي بقيه الزملاء عشان يجوا يزوروني ويطمنوا عليا، حاجه عمرهم ما عملوها قبل كده الا بس لما انت اشتغلتي عندي في المكتب. علشان كده انا مش هتكسف لما اقولك انك انت بقالك مكانه خاصه في قلبي عمري ما حسيت بيها مع اي انسانه تانيه في حياتي. انا اصلي وحداني وما بلاقيش حد يشاركني اي حاجه في حياتي، حتى لما بفرح فرحتي بتكون ناقصه لاني بكون لوحدي. عرفتي ليه بقى انا عزمتك هنا؟ عشان تفتحي نفسي على الاكل. ولا هتسيبيني اكل لوحدي بقى وافضل وحيد حتى وانتي معايا؟
مساء النور يا استاذ فؤاد. لا طبعا ما فيش ازعاج ولا حاجه، اصلي مش جاي لي نوم. قولي لي بقى مش جاي لك نوم ليه؟ طب بتفكري في ايه؟ طب مين بقى هو سعيد الحظ اللي شغلك كده ومسهرك لحد دلوقتي؟ انا سهران ليه؟ انا كمان مش جايلي نوم، بفكر في كل كلمه قلناها النهارده. عارفه يا هند، انا بعتبر النهارده من اجمل ايام حياتي، علشان النهارده حسيت لاول مره في حياتي اني مش وحيد. لاول مره احس ان في قلب جنبي بيخاف عليا ومشغول بيا. انت مش معايا ولا ايه؟ لا معاك، انا بسمع انت بتقول ايه. انا كمان محتاج اسمعك. عاوزني اقول لك ايه؟ عاوزك تفتحي لي قلبك زي ما انا فتحت لك قلبي. عايز اعرف كل حاجه جواه، عايز اعرف بتحبي ايه وبتكرهي ايه، عايز اعرف ايه لون الورد المفضل عندك، عايز اعرف الاغاني اللي بتحبيها، عايز اعرف ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك، عايز احس ان انا بشاركك كل حاجه في حياتك. كلامك جميل قوي يا استاذ فؤاد، انا عمر ما حد قال لي كلام حلو بالشكل ده. معايا هتسمعي اجمل كلام في الدنيا. عارفه ليه؟ لانك اجمل واحلى بنت في الدنيا دي كلها. انت ما بترديش عليا ليه؟ هند انتي رحتي فين؟ انا معاك معاك. خليكي دايما معايا، ووعديني انك انتي مش هتبعدي عني ابدا. انا مبقتش اقدر ابعد عنك ابدا. انتي بتكلمي مين يا هند؟ الو الو، ما قلنا النمره غلط. تصبح على خير يا هند. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. الو الو هند، ده لسه صاحي يا فؤاد؟ سعاد اعملي لي فنجان قهوه، انا سهران شويه. في حاجه مضايقك؟ لا لا ما تشغليش بالك انت. هي رايحه تشتغل عنده في مكتبه ولا رايحه عشان تكلمه طول الليل بالتليفون؟ يكونش جاب لها التليفون عشان كده. عموما يا ماما انا هتكلم معاها واعرف منها ايه الحكايه. حكايه ما هي باينه زي الشمس. يا ماما ارجوكي علشان خاطري هدي اعصابي. يا سلام يا سلام، صباح الورد والفل والياسمين. صباح النور. صباح النور يا اختي. يعني ما انتيش لابسه ومتانتكه عشان تنزلي زي عوايدك كل يوم الصبح؟ اصل انا النهارده ما عنديش محكمه. انتوا ما جهزتوش الفطار ليه؟ ده انا صاحيه جعانه ونفسي مفتوحه على الاخر. يا سلام يا سلام. معلش يا حبيبي سوري ما قدرتش اجيلك النهارده. لا نمت بجد، كنت تعبانه قوي. لا لا ماي ملهاش دعوه، انا بعرف اظبطها يعني. لا لا مش هتسال عليا، سيب تفتكرني الصبح ان انا بجيك الجامعه يعني. لا مش هتسال يا ابني، لا طبعا عشان هي اصلا مش فاضيه خالص. يا ابني افهم بقى، هي فاكراني بروح الجامعه مش بقابلك. لا ديدو give me 2 minutes كده وهكلمك تاني. لا انا هطلبك، باي. في ايه يا دولي؟ البنت سعدية دي ما تقعدش في البيت دقيقة واحدة. ليه عملت ايه؟ قاعدة بتكروت في الشغل والصبح قاعدة بتعمل دوشة صحتني، لازم تطرديها. اطردها؟ اسمعي انا ما صدقت الاقي حد يشتغل عندي، وبعدين انا ما اقدرش اطردها للتفاهات اللي انت بتقوليها دي. يومي انا ما بقولش تفاهات. اسمعي سعدية مش هتمشي، انت فاهمة ولا مش فاهمة؟
فرحة وماشية حريصة وفي الضباب كلنا ماشيين لحد فين ما احناش عارفين ومين هيبقى فريسة مين في دنيا لعبها رخيصة دنيتنا ما بتبني أتمين دنيتنا ما بتبني أتمين يا جامد مش ناوي تقول لي بقى نهايه الحوارات اللي احنا بنعملها دي تعالى ناكل تين يا رضا ايه ده هتعزمنا يا خيري مش عوايدك احنا مفيش بينك الكلام ده يا رضا تعالى بس اعزمني انت النهارده ازيك يا بتاع التين ازيك يا باشا ايه ده ما عندكش بطيخ ولا ايه لا ده انا عندي شماب بكام التين بلاش طب قطع علينا 8 بقى ببلاش ماشي يا باشا بكام يا عم التين يا عم الواحده بربع جنيه واحده تقل بربع جنيه يا عم ما هو مال الدنيا اهو بقول لك ايه هناخد السته بجنيه هينفع ده تين كبير جاي من الصعيد السته بجنيه هو السته بجنيه يابا الواحده بربع طب يلا بينا يلا بينا خلاص يا باشا تعالى يلا هم الاول بقى سته ها 3 و3 تديهوش اكتر مني ماشي يا باشا بس الا بقول لك يا رضا مش هتقول لي ايه نهايه الحوارات بقى ديت كل يوم كده تزوغ من المدرسه ولا اما سينما لا اما نقضيها قاعد على القهوه وانت زعلان كده ليه يا خيري ما انت واكل شارب نايم على حساب انت شفت حاجه من جيب اهلك انت شاب باراشوت هابط انا مش قصدي انا قصدي بس ان هم ممكن بالمدرسه كده يبعتوا لك جواب على البيت امك تستلمه وتعرف غيابك ايه ده يا واد ايه الصحاب دي ده فعلا الصحاب يبانوا وقت الزنقه مالكش فيه بقى طب هي الحوارات اللي انا سمعتها دي صح حوارات يا خير انت رغاي ليه كلت لي دماغي يعني سمعت كده ان امك هتتجوز دكتور وهتفتح له عياده عندكم في البيت ما تخلصونا بقى تكونوش بتدهنوا السرايا ولا القصر خلصونا في يومكم اللي مش فايت ده طيب ايه بس ايه وانا هروح معاهم واظبط كل حاجه يلا يا ابني يلا يا ابني طوروا يلا ما تخلصونا بقى خلصونا تدهنوا السرايا ولا القصر ده هي الحكايه كده الدكتور هيتجوز جواهر يا حاج ما تخشش العام بطل اوضه واسمع اوضه ما خلاص الحكايه بقت عالمي والحاره كلها ملهاش سنه غير كده العيادة قربت تتشطب خلاص يعني كلها اسبوع ولا اتنين وتبقى الحكايه رسمي يا جواهر ده انت طلعت جواهر بصحيح عرفت ترسمي على الدكتور وتجيبي رجله في الخيط قال ايه وانا اللي عامل نفسي فيها حليه وبمطقطق وعايز ازغلل عينيها واخليها تبص لي لكن لا ابدا مش هخليك تتهني بالجوازه دي يا جواهر بقول لك ايه ولا والمحروس ابنها رايه ايه في الجواز السقع دي الواد رضا عمال ياكل في نفسه معلم مش عارف يعمل ايه اتأخرت كده ليه؟ دي المدرسة طالعة بقالها يجي 3 ساعات عادي ياما كنت بصيع شوية طب يلا يا حبيبي ستك مستنياك عشان تتغدى معاك لا ما أنا اتغديت بره عايز حاجة مني تاني؟ لا يا حبيبي انت مش عايز تاخد درس في أي حاجة ما انتش فاهمها؟ لا ياما طب مش عايز أي فلوس؟ متشكر هباخد من ستك ربنا يهديك يا حبيبي وينجح مقصدك طيب او 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 بكره هتروق وتحلى يا ترى انت فين يا بتاع السكر النبات يا مجوز البنات انت بتنده يا معلم لا يا اخويا ما بندهش انا حاولت اعرف منها اي حاجه لكن مفيش فايده ما رجتش تقول لي هي هند كده طول عمرها سرها ما تخرجوش بره بس اما ترجع وانا ليا معاها كلام تاني اهدي بس يا ماما المسائل ما تتخدش بالشكل ده اهدى اهدى لحد ما تحصل مصيبه مصيبه ليه يا ماما بتقولي كده هند طول عمرها عاقله وعارفه الصح من الغلط الغلط غلطي انا اللي غلطانه غلط ايه بس اللي بتتكلمي عنه صفيه يا صفيه ايوه يا ماما
تعالي يا بنتي. ايه يا حبيبتي؟ استني خلي صعبه. ما كان ليش لزوم تعبك ابدا يا ماما، وبعدين يعني انا من امتى بلبس فساتين سواريه؟ يا بنتي ما تتعبيش قلبي انت كمان. خشي قيسي عشان لو في حاجه مش مظبوطه اصلحها لك. حاضر يا ماما حاضر. ماما حضرتك مش عايزه تقولي لي ايه اللي قلقك؟ مفيش يا مديحه، شويه صداع ماسكين راسي. اجيب لك اسبرين؟ لا لا ماليش لزوم. الو؟ ايوه انا مديحه. صحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله. حاضر، مع السلامه. الف شكر، مع السلامه. مين يا مديحة؟ شفتي يا ماما؟ شفتي وشك حلو عليا ازاي؟ خلاص هستلم الشغل الاسبوع الجاي. كده يا ما انت كريم يا رب. لا وايه؟ مش في اي شركة يا ماما، دي شركة السمسرة والاوراق المالية، اخر شركة كنت اتوقع انهم يبعتولي. ده انا حتى ما كتبتش الابليكيشن بتاعتهم، بس سبت لهم نمرة التليفون. يا بنتي اللي نصيبه في حاجة بياخدها. الف مبروك يا حبيبتي، قبل ما تطمن على عند اختك. عادي. ايه اللي اخرك؟ اتاخرت؟ ده انا جايه قبل ميعادي بربع ساعه. انا قلت اكيد هتيجي النهارده بدري، قلت اكيد في كلام كتير عايزه تقوليهولي. كلام ايه؟ يعني انت قطعتي المكالمه بالليل وقفلتي الموبايل. انا اسفه جدا، بس حقيقي كان غصب عني، اصل اختي مديحه صحيت فجاه واضطريت اقفل الخط. انا اسف اذا كنت سببت لك اي ازعاج. بالعكس، ده انا ايه انت ايه؟ انا عندي شغل كتير. والشغل اهم من اللي احنا بنقوله؟ لا، لكن عندك حق، احنا مش هينفع نتكلم هنا. تقدري تروحي شغلك بعد اذنك. هند، تحت امرك يا فؤاد بيه. ممكن تقبلي مني الورده دي؟ ايه مالك سرحانه في ايه؟ لا ابدا، من ساعه ما خرجتي من مكتب الاستاذ فؤاد وانت سرحانه. احنا حتى اتاخرنا النهارده. ايه مش ناوي تروحي ولا ايه؟ دي حتى نشوى مشيت والاستاذ هيمشي بعد ما يخلص الموكلين. تسمحي لي اوصلك؟ توصلني؟ لا انا عمري ما عملت حاجه زي كده. لا ما تفهمينيش غلط، انا كنت عاوز اكلمك في مساله خاصه وشايف انها ما ينفعش نتكلم فيها في المكتب. مساله ايه؟ بصراحه انا من ساعه ما شفتك في المكتب وانا معجب بيكي، شايف انك انسانه ذكيه ومحترمه ومثقفه، ودي صفات الانسان اللي انا احب ارتبط بيها وبدور عليها.
عشان كده انا عايز اتقدم لك. قلت لي ايه؟ انت فاجئتني يا استاذ سام. انا شايف اننا انا سهنت. تعالي لي المكتب لو سمحتي. اقفلي الباب. اقعدي. ايه رايك في العرض اللي عرضوا عليكي سامح للجواز؟ حضرتك عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتحصل في المكتب هنا أنا ما بعرفهاش. كل حاجة بتحصل أنا بعرفها في ساعتها. أوعي تفتكري إن أنا ما كنتش واخد بالي من نظراته ليكي واهتماماته بيكي. أنا حقيقي اتفاجئت بعرضه. وموافقة؟ لا طبعا. لا ليه؟ سامح شاب ناجح تتمناه أي بنت وقدامه مستقبل وكمان عنده شقة جاهزة للجواز. الحكاية مش حكاية شقة ولا عفش، لكن سامح مش من نوع الرجالة اللي يعجبني. مال إيه هو بقى النوع اللي بيعجبك؟ أنا يوم ما أفكر أتجوز لازم اتجوز انسان ناضج، عاقل، عنده خبره، انسان احس معاه بالامان والحنان، انسان رزين لا يمكن يتهور او يعمل اي حاجه من اللي بيعملوها شبان اليومين دول. عين العقل. انا برضو قلت اكيد هو ده النوع اللي ممكن ترتبطي بيه. ما خيبتيش نظرتي فيك يا هند. قال فين الوردة اللي أنا اديتها لك؟ سبتيها في المكتب؟ معايا في شنطتي وهتفضل معايا على طول. تسمحيلي أعزمك على عشاء؟ عشاء؟ لا الوقت اتأخر. معقول هتكسفيني؟ أنا محضر لك مفاجأة الليلة ما حصلتش. أهلا وسهلا يا فؤادي، شرفت المحل. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا بيه. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. أصلي أجرت المحل الليلة لحسابي وقلت لهم ما يستقبلوش حد غيرها، مش عايز حد يشاركنا اللحظة الحلوة دي. أنا حاسة بحلم. شوفي يا هند، أنا هنا عشان أحقق لك كل أحلامك. وما تتصوريش أنت بقيتي إيه بالنسبة لي. أرجوك يا أستاذ فؤاد، بلاش كلمة أستاذ دي، قولي لي فؤاد من غير ألقاب. فؤاد؟ بيتهيألي اللي بيننا بيلغي أي حواجز. هند، أنا عايز أعترف لك بحاجة. حاجة إيه؟ بصراحة أنا ما بقتش أقدر أستغنى عنك. استغربك دي ليه؟ انتي اي حد يشوفك لازم يعجب بيكي ويحبك، الا اذا كنتي ما بتبدلنيش نفس الشعور. بالعكس انا. انتي ايه يا هند؟ انا عندي العشاء يا فؤادي.
no matter what they tell us. No matter what they. يا جماعة أقدم لكم my new best friend دولي، أحدث عضو في الجروب بتاعنا. هاي دولي. هاي. Welcome. Thank you. أحدث عضو بس، دي أصغر واحدة كمان. أنتِ لسه في المدرسة يا حبيبتي؟ لا أنا في كلية حقوق. كلية حقوق؟ آه. دي شلة هتعيل بقى. يا جماعة إحنا لازم نرحب ترحيب كبير قوي لدول. نعمل لها إيه يعني؟ هنجيب لها مزيكة حسب الله. على فكرة أنا مبسوطة قوي إني اتعرفت عليك. زيدو كلمني عنكم كتير. كلمك عنا؟ ده انت واضح ان انتوا تعرفوا بعض من زمان بقى، يعني ما قلتلناش يا سيدي دو. اقول لك احنا نعرف بعض من على النت، كنا بنعمل شاتنج ونعمل معرفه. بالمناسبه دي انا عازمكم كلكم النهارده. ايه الكرم ده كله؟ ما عرفتناش على الاموره دي من زمان ليه؟ ولا زمان ولا زوما. ديدو يلا نرقص. لا لا انا هقعد مع دول شويه. انت حر. يلا يا جماعه. لا بنادي ولا بعشق دي ولادي من اللي. ايه رايك في الشله بقى؟ لذيذ قوي، بس واضح ان في ناس مش مبسوطه من وجودي. لا لا سيبك سيبك، بكره اتعودوا عليكي. انت على فكره مش هتحبيهم بجد الا في الصحراء. انت بتسافر فين؟ بنطلع نعمل سفاري في الصحراء، نشوي لحمه ونرقص في الصبح. انا اللي اتكلم عليا كلمه قطع لسانه. لما يبقى الغلط راكبك من ساسك لراسك يبقى انت اللي عايزه قطع لسانك. ثم تعالي هنا. انت ايه حكايتك مع الاستاذ فؤاد ده؟ حكايتي مع الاستاذ فؤاد؟ تقصدي ايه يا ماما؟ اقصد اللي انا شايفاه من وده مش عاجبني. لو تعب شويه تلمي كل موظفين المكتب وتروحي له، لو ما راحش المكتب تقعدي في البيت وما تروحيش، وتبقي عصبيه وبتخلي دبان وشك. هي ماما ما هو ايه؟ جايب لك تليفون بمناسبه ايه؟ يا ماما حضرتك فاهمه المساله غلط. غلط صح. لحد هنا وكفايه، من بكره تشوفي لك مكتب محامي تاني تشتغلي عنده. محامي تاني؟ بتقولي ايه يا ماما؟ اللي سمعتيه، ان ما كانش عاجبك اقعدي في البيت، انما مكتب سفؤاد ده ما انتيش هتعتبيه برجليكي. بلا قله حياه. اسمعي، هاتي الزفت اللي معاكي ده ما عندوش هزوم. هاتي. فؤاد ده هيفضل ورانا ورانا؟ ملعون ابو الشغل اللي هيخلي سيرتنا في الارض. أرجوكي يا بتيحة،
نايمه ما تغير رايها. ليه بتسمع كلامك؟ ليه تسيبني انزل مكتب الاستاذ فؤاد تاني؟ انا حاسه ان ممكن يجرالي حاجه لو ما نزلتش. يا هند بتطلبيها بالدموع؟ قولي لي انا اختك، هي ايه الحكايه بينك وبين الاستاذ فؤاد؟ قولي لي يا هند، أنا ملاحظة إن في حاجات غريبة كده بتحصل وعايزة أعرفها وعايزة أفهمها. حاجات إيه بس؟ هو في حاجة بينك وبين الأستاذ فؤاد؟ مفيش حاجة، كفاياكم بقى تخيلات وأوهام. تفتكري إنها تخيلات وأوهام فعلا زي ما بتقولي؟ حرام عليكم بقى، حرام عليكم، ليه بتعملوا فيا كده؟ خدنا الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى، وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا. خدنا الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى، وامشي اتعلم من اللي بيندم دي الأحلام في الدنيا كتير، واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعاه بيحب ويرعاه. خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى، وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي مطلش منى. احلم حلم يكون على قدك تقدر توصل، امشي ودور عاللي يحبك واللي شاركك فيه، ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه. ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه، ولا فيش حضن امين بيضمه، ولا فيش حضن امين بيضمه. حلمه يضيع وياه، حلمه يضيع وياه. خد من الدنيا نصيبك واحلم وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما ضلش ولا. دي الاحلام في الدنيا كتير، واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعاه.